مشاهدي قناة الأخبار المغربية، أهلا بكم. أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش بالرباط على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من مهن قطاع الصحة في أفق سنة 2030، ويأتي هذا التوقيع في إطار نجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطاري المتعلق بالحماية الاجتماعية. تقرير عثمان الطاهري. من أجل مغرب المستقبل وبهدف الرفع من عدد مهني قطاع الصحة في أفق 2030، برنامج فعال ومهم تم الانطلاق في رحلة البحث عن تحقيقه من خلال اتفاقية جرى توقيعها تحت إشراف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وبتوقيع من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف مراوي، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع. هاد الاتفاقية الإطار اللي توقعت اليوم جات من بعد المجلس الوزاري اللي تأسسه صاحب جلالة واللي عطى فيه الآفاق الجديدة، وهذا الوش هو وش كبير ملكي اللي غادي يمشي مع الوش الملكي الكبير ديال الحماية الاجتماعية، واللي أول حاجة خصنا نشتغلوا عليها ونبداو بها هي العنصر البشري. الاتفاقية نالت التوقيع قصد تنفيذ الإجراءات الأولية لتفعيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والمتصلة بتكوين الموارد البشرية الطبية. احنا كنعرفوا بان المغرب كيعيش واحد الخصص كبير، 35000 طبيب، 32000 طبيب و65000 ممرض. الا ما درناش اجراءات اليوم بكري ما يمكنش نوصلوا للمعايير اللي كتحت عليها المنظمه العالميه للصحه، وهي 25 طبيب لكل 10000 نسمه، والتنميه المستدامه اللي هي 45 طبيب لكل 10000 نسمه. الاتفاقية الإطار هاته رؤية شمولية تطمح إلى ضمان استقرار الطبيب المغربي في العمل بالمغرب حيث الموطن، وتجويد التكوين في هذا المجال. واحد الرؤية اللي شمولية اللي بغينا تكون الجاذبية ديال الطبيب المغربي باش يبقى في بلاده. واليوم بالنسبة للدخول الجامعي المجي غادي نزيدوا 20% ديال المقاعد ديال الطلبة يعني الأطباء، ومن هنا ل 2026 غادي ندوبلو هذه الأرقام اللي عندنا اليوم، وكذلك هذه المنظومة كلها غادي تخلي بأن الطبيب المغربي يبقى في بلاده. هذا ويأتي مشروع الاتفاقية الإطار من أجل تنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030، تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع. في موضوع آخر، يتواصل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أرجاء المملكة، حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد الثلاثاء، إذ من المنتظر أن تتراوح بين 40 و45 درجة، خصوصا في أقاليم وزان وجرسيف ومكناس وتونات وفاس وملي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وخريبقة وبني ملال والفقيه بن صالح. كما ينتظر أن تسجل هذه المقاييس أيضا في كل من مراكش والرحامنة والرشيدية وزقورة وطاطا وترودانت، وكذا داخل أقاليم الصويرة وآسف وطنطان وقلميم وبجدور وأوسرد وطرفايا والعيون. إلى مدينة مراكش، حيث توج المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء التابع لجامعة القاضي عياض باحثين بالجائزة الوطنية للدراسات حول ديناميات المجال الصحراوي. الجائزة يأتي تنظيمها انسجاما مع الرهانات المؤسساتية الرامية إلى مواكبة الجهود الدبلوماسية والتنموية في سياق موسوم بكثير من المكاسب الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية. تقرير مريم بن عيسى.
بحضور شخصيات وطنية ودولية، احتضن مركز الندوات التابع لجامعة القاضعيات بالمدينة الحمراء احتضن حفلا لتتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول ديناميات المجال الصحراوي. الجائزة تعد تثمينا وتشجيعا للبحث العلمي في القضايا التي تعنى بالمجال والذاكرة والتنمية والقانون الصحراوي، وقد عادت مناصفة للأستاذين الباحثين بجمع بناه عن جامعة محمد الخامس بالرباط وعبد الخالق السداتي عن جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. الجائزة التي يشرف عليها المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء تمنح لكل عمل صادر في كتاب أو أطروحة لنيل الدكتوراه نوقش داخل الجامعات المغربية أو في الخارج، على أن يكون مرتبطا بأحد المواضيع المتعلقة باهتمامات المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، ولم يسبق له أن أجيزه من أي جهة وطنية أو دولية. إلى بني ملال، حيث قرر المجلس الجماعي للمدينة سحب عدادات المياه من النوافير العمومية الرئيسية، قرار يندرج حسب الهيئة المنتخبة في إطار التدابير الخاصة بالحد من الاستهلاك المفرط للمياه. عودة مع مريم بن عيسى. مع موجة الجفاف التي يشهدها المغرب وفي الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون المياه، قرر المجلس الجماعي لمدينة ابن ملال في إجراء عقلاني سحب عدادات المياه من النوافير العمومية الرئيسية بالمدينة. هذا القرار يأتي حسب المجلس بالتزامن مع إعلان وزارة التجهيز والماء حالة الطوارئ المائية في مواجهة موجة جفاف غير مسبوقة تطال المملكة، وفي إطار تفعيل الدورية الصادرة عن الوزارة بشأن ترشيد استخدام المياه. قررنا أن غادي نسدوا واحد المجموعة ديال السقايات العمومية اللي كانت تستهلك الماء بدون حاسيب ولا رقيب، وكذلك خدينا قرارات اللي هي كانت مهمة ديال أنه المنع ديال غسل السيارات بالمدار ديال عين سردول خاصة بالسواقي. وبينما يؤيد آخرون هذا القرار المنطقي للهيئة المنتخبة، معتبرين أنه يندرج في إطار التدابير الخاصة للحد من الاستهلاك المفرط وغير المعقلن للمياه، يشجب العديد من الفاعلين الجمعويين والمواطنين هذا القرار، معتبرين أن النوافير التي تروي عطش المارة ليست فقط مجرد مصدر لمياه الشرب، بل هي أيضا تراث معماري وثقافي. السقايات هادو ديال هاد المعلمات كاملين ديال مدينه بني ملال راه حشومه يقطعوهم وحشومه، وتيجيو الناس يشربوا منهم، وتيجيو الناس من بعيد كاع من بلايص اخرين. وفي الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية على مستوى المملكة، أوضحت الوزارة الوصية أن منحنى استهلاك المياه يعرف ارتفاعاً متزايداً، مما يدعي ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع، خاصة خلال الفترة الصيفية التي يصل فيها استهلاك هذه المادة الحيوية إلى ذروته. على صعيد آخر، الاستفتاء على مشروع دستور جديد في تونس يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد على المحك. فقبل ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع، يبدو أن التونسيين منقسمون بين مؤيد ومعارض لهذا الدستور الجديد. تقرير رغدة قابوري. في الوقت الذي طرح فيه دستور تونس الجديد للاستفتاء، معارضة قوية لهذا المشروع في البلاد أقلقت حلم الرئيس قيس سعيد الباحث عن تصحيح مسار بلاد قرطاج حسب قوله. أصوات معارضة ومنظمات غير حكومية نددت بالنص الجديد، معتبرين أنه مفصل على مقاس سعيد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد كما هو مدون في دستور العام 2014. يوم ليس كباقي الأيام في شارع بورقيبة وكل البلاد، حيث سجلت مكاتب الاقتراع المتمثلة في 11 نسبة تصويت بلغت 13.6% في أعقاب 10 ساعات من انطلاق العملية. بين هدف رئيس تونس قيس سعيد المتمثل في نجاح الاستفتاء وخطوة المعارضة الباحثة عن فرض رسائلها بحثا عن بلاد معاصرة، تعيش تونس حالة من الترقب وسط تحديات ومشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تظل منفتحة على الدول العربية وعلى مختلف دول العالم للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الدائرة مع أوكرانيا.
تصريح الدبلوماسي الروسي جاء خلال كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة. أمين الصياد والتفاصيل. موقف الدول العربية متوازن ومسؤول، هكذا استهل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولته الإفريقية في القاهرة في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية. وعبر الوزير الروسي عن تقديره لموقف الدول العربية من الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد أن موسكو تظل منفتحة على الدول العربية وعلى مختلف الدول في العالم للتوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية. استعرض لافروف الأسباب التي دفعت بلاده للتدخل العسكري في أوكرانيا، ولخصها على حد تعبيره في إهمال أوكرانيا للمخاوف المشروعة لروسيا بشأن أمنها، كما نفى أي مسؤولية لروسيا في أزمتي الغذاء والنفط العالميتين، مشدداً على أن المسؤولية تقع على الحصار الذي تفرضه الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على بلاده. هذا اللقاء يعتبر واعداً من أجل تعزيز العلاقات العربية الروسية المشتركة في شتى المجالات المختلفة، في انتظار عقد اجتماع سادس لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية. بعد القاهرة وصل لافروف إلى الكونغو، المحطة الثانية من جولته الإفريقية، ومن المقرر أن يتوجه الوزير الروسي بعد ذلك إلى أوغندا وإثيوبيا للاستمرار في طمأنة شركاء بلاده بشأن ضمان إمدادات الطاقة والغذاء. في المكسيك، ورغم انتشار الأسواق والمتاجر الحديثة، لا يزال للأسواق الشعبية في مكسيكو رونقاً خاصاً ومكانة متميزة، فإلى جانب جاذبيتها السياحية الكبيرة تعتبر محركاً أساسياً لاقتصاد المدينة ومصدر دخل لآلاف المكسيكيين. مراسل إن 24 هناك عماد أحقي عد التقرير التالي. غير بعيد عن القلب النابض لمكسيكو تجتذب الزائرين كما المقيم بهذه المدينة المليونية. روائح الطاكو والمقبلات المكسيكية الشهيرة وأصوات الباعة تتعالى للفت انتباه المرة إلى معروضاتهم. هنا بميركادو دي لا ميرسيد، أحد الأسواق الشعبية التي تعد مركزا اقتصاديا للمدينة. أسواق التيانغيس أو الأسواق الشعبية تكتسي أهمية اقتصادية كبيرة، كونها قبلة رئيسية للطبقات المتوسطة والفقيرة، ناهيك عن حمولتها التاريخية والثقافية بالنسبة لنا كمكسيكيين. بالأسواق الشعبية عدة أقسام، منها ما هو مخصص للمواد الاستهلاكية، ومنها ما هو مخصص لبيع الأطعمة أو الأثاث أو الأدوات المستخدمة، وتضم أيضا قسما يعرض تذكارات وقطع أثرية. الأسواق الشعبية لا تزال تجسيدا حيا للتقاليد والفولكلور الأصلي لمكسيكو ما قبل عصر العولمة والتكنولوجيات، ويعكس بعضها أيضا نبض المدينة وخصوصيتها العديدة. تضم مكسيكو أكثر من 600 سوق شعبي، يوجد أكثر من نصفها بأحيائها الشرقية مثل ميغيل دي دالغو وخوسي ماريا موريليست أو سنترال دي أباستو. ورغم انتشار الأسواق أو المتاجر الحديثة، لا يزال للأسواق الشعبية رونق خاص ومكانة مهمة، فإلى جانب جاذبيتها السياحية الكبيرة تعتبر محركا أساسيا لاقتصاد المدينة ومصدر دخل للآلاف. عماد أحقي، إيفنت كات، مكسيكو. ونختم مشاهدينا بالخبر الثقافي، حيث قدمت الأوركسترا الوطنية لشباب المغرب حفلا موسيقيا من التراث الكلاسيكي العالمي أمتعت به عشاق هذا النوع من الموسيقى بحديقة جنان سبيل بفاس العريقة. شيماء بكا. حديقة جنان سبيل التاريخية جمعت فرقة موسيقية كلاسيكية من نوع خاص، لم يجتمعوا ليغنوا، هم غنوا ليجتمعوا. صدحت حناجرهم فأبدعوا وأمتعوا. أكثر من 40 شاباً موسيقياً من مختلف جنسيات العالم جمعهم حب الموسيقى وشغف التغني بأروع الأغاني الكلاسيكية العالمية من توقيع الأوركسترا الوطنية لشباب المغرب.
نحتفل اليوم بالعرض ما قبل الأول لعيد العرش، ونحن جد سعداء أن هذا الحفل منظم تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. داخل جنان سبيل بفاس العريقة، الطريق إلى الموسيقى الكلاسيكية سالك، وهنا يتحول الجمال إلى فن والهواية إلى حب وبنفس واحد يبعث على الفرح. خمس مشاركات ديالي مع لو جروب، وطبعا هذا العام كاين أعضاء من العالم كامل، كاين إيطاليا، فرنسا، ألمانيا والبرازيل. على مدى ساعة من الزمن استمتع الجمهور الذواق للموسيقى الكلاسيكية بنغمات خالدة من ريبرتوار موسيقيين بارزين أمثال بيتهوفن وهاندل وموزار، ولم يبخل هؤلاء المبدعون بتقديم مقطوعات موسيقية من التراث الموسيقي الأندلسي المغربي. الحفل يندرج في إطار نسخة 2022 من ماستر كلاس الأكاديمية، وهو مشروع يروم تعزيز احترافية الموسيقيين بمحاضرات يشارك فيها موسيقيون شباب مغاربة وأجانب. وعلى إيقاع هذه النغمات الموسيقى الكلاسيكية نودعكم ونجدد معكم اللقاء بعد أقل من 10 دقائق.